تحياتي لكم مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ان شاء الله تعود بالف خير مرحبا وسهلا لا تنسوا من فضلكم مشاركه رابط هذه الحلقه ولا تنسوا التكبيس من فضلكم حلقه السابع والعشرين من يناير 2024 الحلقة اللي من خلالها دائما نطرح عليكم السؤال البسيط بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل 75 أزدو مرحبا وسهلا تحياتي لك اذا لحظات ان شاء الله نبداو نستمع في البدايه الى النشيد الوطني الصحراوي فاطمه مرحبا وسهلا اوزباكستان وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته من جعفر مرحبا وسهلا رانا اذا نبداو ان شاء الله بعد قليل مرحبا وسهلا عبد الله مرحبا وسهلا وزباكستان <applause> هنا هو الامازيغ اذا كبسوا من فضلكم مزلنا ما حتى ألف تكبيس بوم بوكس رانك عارف شكرا مرحبا وسهلا وزباكستان بوباي مرحبا وسهلا سي بي جي مرحبا وسهلا فلوجه شكرا الله مرحبا وسهلا المحاسن الطيبه مرحبا وسهلا الحياة مرحبا وسهلا والله شكرا إذا 1400 برافو عليكم إذا إن شاء الله نبدأ وإن شاء الله النشيد الوطني الصحراوي نسمع النشيد الوطني الصحراوي إن شاء الله إذا كان هذا النشيد الوطني الصحراوي مزلنا إلى حدود الآن ما فتنا جبرنا مغربي واحد يجيبنا على السؤال بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل 75 مريم الأنصاري شكرا والله جزاك الله خيرا نينا باس شكرا زرقيت عليكم السلام بدر بدر مرحبا وسهلا سلامات مرحبا وسهلا سارة وعليكم السلام. إذا إلى حدود الآن ما لقينا حد يجاوب. من الأخ من الريف تحياتي تحياتنا لجمهورية الريف. سلمت مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا والله. إذا إلى حدود الآن مزلنا. ما ما لقينا حد عنده الجواب. بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل 75؟ كل نهار نطرح السؤال نفس السؤال كنت وكنت يا وكنت ابقى انت في كنت بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل خمسة وسبعين جو كوني با تخو ليستواغ جو في با تو دير عليك شكرا الانسان خاصو يبحث سبيسيال للمرة الثانية. أجون سبيسيال تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قل لي يا دك هذيك هذيك الصحراء بماذا إيه مرة طلعناه مرة فايتة ما يستافدوا هما ما يستافدوا. هما ما عندهم العقل باش يستافدوا هما تنزلوا المر تنزلوا عشرين الف مرة يتم دايما على نفس الناس مثلا مش لا, لا. لا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله يا استاذ عندك الجرأة تحاور معايا ما تهبطنيش وعرفنا براسك عندي الجرأة ماله نحاور عزرائيل آه لا نحاور شوف سمعني سمعني آه. نحاور لا إنسان كيف عندي الجرأة لا حتى عندك أخويا آه شوف خويا 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 شوف آه. أنا راه لي 24 عام في هذه المهنة حاورت الوزارة حاورت رؤساء الدول آه غطيت أخويا التلفزيون في 13 دولة لا ما تعود عندي تجهر انا انت عرفنا بنفسك عرفنا براسك ما تقول لي لا كنتي لا ما عرفني براسك الا بغيت تحاور انا اسمي, أنا يعني اسمي واش من المغرب اسمع اسمع واش باغي تتحاور ولا تخلي في حياتي الخاصه لا نتحاور ايوا تفضل اعطينا اسمك انا اسمي حمزه من المغرب يلا وتفضل يا حمزه اجيبنا اجيبنا دابا استاذ اجيبنا دا اسمعني يا خويا واش انت واش بغيت تنزلك يلا تفضل خطر أجيبنا بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل خمسة 75 وانت فاش كنتي في الاولى علاش كنتي كتقول الصحراء مغربيه ودابا ها شفتها ها هو شفتها ها شفتها نزلك ها نزلك اذا انت مالك طالع تتحاور الشجاعه ما الشجاعه واش عندك الشجاعه تتحاور معايا وفي التالي راك تكشف على راسك وانا كنزلت ها وشفت. شفت شجاعه ولا شفتوا ما ولا واحد منهم قاد يجاوب على سؤال بسيط جدا بماذا هي الصحراء الغربية المغربية قبل 75 تفضل أخي السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا وسهلا براهيم من الجزائر مرحبا وسهلا اخ براهيم المره الثانيه نطلع معك والله حق في الحقيقه والله راك تحاور حجر نعرف نعرف ما اكثر ممكن اكثر من حجر ناس ما يقدروش ما مستحيل مستحيل رايح تفهموا هذا تعرفوا واش واش يعني يعني ضربوا على كراتكم على آه هذو ما عندهم حتى حوار ولا ولا هما ما عادو نازل عادو خبيث عادو ما عندوش شرف عادو ما عندوش ما عندوش الاخر يعني حتى عدو ماشي شريف يعني هذا واش نقول لك انا سمحوا لي <applause> هذا العدو الزهط الضرب <applause> هذه هذا هو الحل تاعو اما المحاوره ولا قال الرجله هذه كون دير معاهدات ونسني كش داروا معاهد 91 وقف اطلاق النار على اساس انهم ينظموا استفتاء ما مواعيدهم هم دائما هذه هي يعني ما تستناو منهم والو لا يفهموكم ولا رايحين يعني رايحين يعني يتحاوروا معكم بمنطق عندهم الاخر عندهم آه توسع في راسهم رايحين يتوسعوا عليكم ويدوا بالصحراء الغربيه يضمون دو بالصحراء الشرقيه ويدو الصحراء الشرقيه يضمو بريطانيا موريتانيا توسعي يعني ما رح يحبسوا في منطقه معينه مم. هذه هي عقليتهم مم. وتربوا عليها ومنذ السلاطين الاولين من بو من بوخوس الله اعلم وهم عقليتهم هكذا مورثات تاعهم يدوا حق الغير ويدوا تراب الغير ويدوا ملك الغير وكما كما كما يقولوا اللي شافوها تاعهم واللي سمعوا بها في عندهم فيها النص هذه هذه هي هذه هي والحوار معهم المهم انت اضرب اضرب للراس اضرب ما غير يرفدوا بالراس وشكرا الله يطولك صح فريد الزهراوي فريد الزهراوي تفضل. وعليكم. <applause> وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مساء النور. مساء الخير، مرحبا وسهلا. زهراوي الزهراوي من المغرب. <applause> مرحبا وسهلا، تفضل اخي. بالنسبة للصحراء مغربية. لا نقاش في ذلك. بماذا هي مغربية؟ راهي هي حنا شوف راه حنا اسمع حنا سؤالنا نعم. هو بماذا هي مغربيه قبل 75؟ نعم د ساعطيك دليل يعني تاريخي آآ آآ يؤكد يعني امبراطوريه الامبراطوريه المغربيه هناك وثيقه تاريخيه واش انت صاحب الامبراطوريه اللي اللي جحر هناك؟ لا 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 اول مره كان انا خليني نسولك واحد السؤال دعني اتمم هذه الوثيقه التاريخيه و نعم شكرا هل انت دارس لتاريخ المغرب والصحراء الغربيه والله لا سامع شيء ما لست مولي ولكن لدي معلومات واش دارس والله سامع الا توجد منزله بين المنزلتين ما كاين منزله هو لا دارس انسان دارس دارس <applause> انت متطرف ما اقصى اليمين أو اقصى الشمال لحظه اخويا لحظه هو لا الانسان دارس دارس وفعلا يتكلم بمعرفه والله سامع راه مسكين سامع انت اش انت اش مع من؟ معيهم اعطيك هذه الفكره واحكم انت هل انا دارس؟ وانت واش انت انت نسولك انت انا ما لا ازكي نفسي لا ازكي ما تعطيني انا باش نحكم عليك انت لا ازكي نفسي انا نسولك باش نتقدم معك في النقاش يلا لا ازكي نفسي راه دارس لدي معلومات اوكي تفضل اخويا تفضل يا دارس اذا قلت لك ان المكتبه موجوده في تكساس وتضم وثيقه جد مهمه هذه الوثيقه هي رساله من وزير الخارجيه الامريكي المدعو كوكس لرئيس الولايات المتحده جون كوينزي انا ذاك في القرن السادس عشر مكتوب فيها اذا اطلقت صراحه ايوبا جوبا فامبراطور المغرب سيرضى عنا هذه هي الرسالة التي وجهها أنا وزير الخارجية لرئيسه ومن هو أيوب جوبا؟ أيوب جوبا هو أمير في غينيا بيساو أنا تم اختطافه وسرقته واستعبد يعني كان في حالة عبودية لمدة 25 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية درسته أنت درسته الوثيقة حلتك على المكتبة ولا واش درست انت؟ اذا ثاني اسمي ثاني اسمي لماذا واش درست واش درست واش درست هذا الشيء؟ بس آه كل دارس اسمح لي سا... لا ر... لا ارى ان هذا المكان يعني في يعني بس خويا اسمح... اخويا راك شوف انا سولتك على اسمح الصحراء اسمح لي اسمح لي شا... شا... اسمع <applause> اسمعني انا سولتك على الصحراء الغربيه طرت لي على امريكا ومن بعدها مشيت للغينيا بيسا والله اعلم شو من اللي ينتهي به كل حال والله انا ماني عارف من اللي ينتهي به كل حال. مشيت الحمد لله كاع اللي مشيت مكتبة أبو زعيطر منك سارة عند مكتبة أبو زعيطر لا <applause> حول ولا قوة إلا بالله جريمة نحبو سالم ما أنا ما أنا ما قطعت هو مشى مشى راسو عرف عن عرف عن بغينيا بيساو ما هي مقدمش ولا هي مأخرة غينيا بيساو لا حول ولا قوة إلا بالله خالد خالد تفضل <applause> وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا وسهلا تفضل اخي الكريم عرفنا بنفسك جزاك الله خير اه انا خليج انا كاين فرنسا انا مغربي من فرنسا مرحبا وسهلا تفضل اخي الكريم آه بغينا نهضر معاك على الصحراء الغربيه تفضل تفضل شنو شنو الموضوع ديالكم بغيتو تعرفوا, تعرفوا ما واش كانت ولا ما كانت او انت قاعد طالع في... انت طالع الموضوع ما نك عارف آه، بس باسكو انا خدمت تما انا خدمت في الصحراء لا غير واش انت طالع اللايف عارف موضوع اللايف ولا لا طالع واه عارف عارف موضوع اللايف تفضل الحراره الغربيه كانت مغربيه قبل الاستقلال تمام تفضل هي نورمالمون في الحقيقه كانت مغربيه كانت في اسبانيا دي كانت سبليونيه ديك الساعه كانت اسبانيا لا قبل من السبعينات كانوا سب... كانوا واش انت واش انت دارس على هذا الموضوع ولا لا سامع؟ انا انا ماشي دارس باش نعرف انا يا هي... لا سامع كس... أوكي سامع اوكي سامع اخويا اوكي قلت لي وكنت في الصحراء وكذا المهم ما مشكلة الناس الصحراء كنت وكنت منين كنت في الصحراء لو سمحت؟ كنت بالضبط في اس الزاك كنت في اس الزاك في كنت في الزاك ماشي اس اوكي اوكي قول لي خويا هل تعلم بان <applause> الخريطه اللي قدمها محمد الخامس بعد استقلال المغرب للامم المتحده بشطب العضويه للمغرب في الامم المتحده لا تضم الصحراء الغربيه؟ لا هذا خبر ما فقراتش خويا ما عارف وهل تعلم؟ بيانه... بيانه... يعني داك الشط الجنوبي كامل ما كاينش من من كنقولوا من نقول من لتحت حتى لا... اللي كاين فيها الامم المتحده م. اللي فيها الامم المتحده م. ما كانت مع خريطه المغرب اللي قدمها محمد الخامس باش يحصل العضويه في الامم المتحده بعد على الاستقلال ولكن قول لي خويا اسمع لي كان فيها العيون كان فيها من قول العيون هو اللي تحت كانوا خويا انا ما سولتك عن قليميم ولا عن العيون ولا أنا مسولك, و... أنا, مس... انا مسولك انت هذيك هي الصحراء الغربيه اللي كان شحال انا مسولك اخويا اسبانيا وانا سولتك قلت لك واش دارس ولا سامع لا ما دارش انا بنجل. انت غير سامع انت الناس اللي كانوا قول لي خويا قول لي خويا قول لي واش قولي واش كاينه شي معركه خاضها المغرب ضد اسبانيا من 1884 الى 1975 باش يدافع على هذه الارض انا الناس اللي عاودوا لينا كانت معركه ولكن كانوا قالو لينا بلي كانت مع الباصيري واحد الانسان سميتو الباصيري اللي كري هذاك دي الشيء ديالكم نتوما البوليزاريو كانت معركه معاه كان جمعوا شي سبعه ديال الناس هما باش بداو باش بداو جيش التحرير ديالهم وحاربوا اسبانيا، بداوا مع اسبانيا. أنا نقول لك على الجيش الملكي، أنت منين كنت فاسة تاع تشوف الجيش. كان جيش الجيش الملكي، كان جيش التحرير. لا غير منين كنت فاسة تشوف العسكر ياك؟ آه آه. هو العسكر إمتى تأسوا في المغرب أخويا؟ ما كنعرف. 75 من المسيرة. لا الجيش، الجيش، القوات المسلحة الملكية إمتى تأسس في اثنين اخويا هاي كانوا عندهم 50 عام ما عرفت بالضبط صراحه ولكن تكون عندهم 65 عام دابا راه 1956 تاسس الجيش منين تاسس الجيش اي دوله تاسس الجيش لاش تاسس الجيش؟ باش تحارب على راسها تدافع على الشعب ديالها منين يتحط الجيش؟ منين يتحط عادة الجيش؟ يتحط على الحدود هذه باينه جميل اعطيني معركه خاضها الجيش الملكي منين تاسس 56 الى 75 ضد اسبانيا اللي تحتل الارض لا لا ما كاينش حرب ضد اسبانيا ما كاين حرب علاه ما كاين الحرب كانت مسيره الخضراء على ما قالوا انا ما سوتك على المسيره علاه ما كانت الحرب عندك الجيش وارضك محتله علاه خويا ما تمشي تحارب على ارضك انا متفق معك انا متفق معك والناس اللي عاودوا لي شحال هذه اللي هضروا معايا قالوا لي ان الناس صحراويين هذوك الصحراويين اللي كاينين تما هما الناس اللي مشاو قلبوا على السلاح باش يحاربوا اسبانيا اوكي لما تاسست جبهه البوليزاريو في 1973 شنو موقف ال... شنو في موقف الملك الحسن الثاني منها؟ انا ما سمعتش انا ما قريتش هذاك واحد الانسان اللي كريا مشى قال لك عند ما شكون هذاك اللي كان كان شاد حزب الاستقلال هذيك هذيك الوقت حتى انا ما ما كبرش بزاف كان حزب الاستقلال وهذوك الناس الصحراويين مشاو عند هذاك حزب الاستقلال باش يقولوا لهم زعما نشاركوا يد في <applause> يد الاسبان لا غير اسمعني ما دامت هي الارض مغربيه آه. كيف تدعي انت وكيف يدعوا باقي المغاربه آه. وجبهه البوليس تاسست باش تحارب اسبانيا في الصحراء الغربيه آه. شنو موقف الحسن الثاني من هذه الحركه هو عنده بست. جيش وهي حركه عندها جيش وعلى ما على حسب العلم اللي عندي انه المغرب هذيك الساعه الحيز كان اللي كان كنقولوا كان شاد الحكم كان واحد الحزب الاستقلال على ما انا سولتك على الحسن الثاني من المغرب كاع ما يحكموا شي حزب المغرب المغرب جلد. المغرب, جلد. المغرب سمعني اسمعني المغرب كاع ما يحكموا شي حزب كاع الملكيه كاع ما تسمح بشي حزب هذوك شغار كراكز انا سولتك على الحسن الثالث شنو موقفه من تاسيس جبهه البوليساريو إذا كانت هذه الارض مغربيه صراحة الله الحسن الثاني شخصيا ما نعرف مي الحكومه اللي كانت هذيك الوقيته ما عرفتش واش هو اللي كان كيجيري اللي كيجري كي الامور كانوا ما بغاوش باش يحاربوا مع ما, ما بغاوش ي... يتوافقوا مع مع دوك الشعب الصحراوي احكي <applause> لي <applause> على المسيره المسيره عشان غنقول لك بغيت لك بغي... تعرف اللي اللي بغيت انا اللي, ك... اللي في النظر ديالي انا ماشي النظر ديال عباد الله هي مسيره هي كنقولوا خطه بالنسبه لي كيفاش <applause> خطه خطه مدروسه بحالها خطه دروسة قبل ما يخرجوا الاسبان درسوها هما حطوها شنو خطة شو اعتبرني انا ما نعرف شيء واعتبرها 182 واحد بغاو يفهموا شنو هي معنى خطة خطة هي ان هذيك الحكومة اللي كانت شحال هذه ولا سميه انت الحسن الثاني انهم م. توافقوا مع الاسبان باش يخرجوا بحالهم وباش تكون واحد المسيرة وما تكونش تما حرب هذا اللي فهمت انا بلا حرب بلا حرب حيت وم... وحيت الدق كي نقولوا جاهم من بوليزاريو هذه سيفرين فري كيف ولكن كيفاش دخلوه كيفاش دخلوه للصحراء دخلوهم للصحراء الصحراء الغربيه المغرب المسيره اه دخلوا المسيرة دخلوا للصحراء الغربيه منين وصلوا هذيك الساعه كانت لي سبار مشات منين وصلوا خويا آه قالوا ترفايا على ما يعاودوا داك الشيء ديال التلفازه والقصص ديالهم يقولوا وصلوا لترفايا وصلوا للعيون وصلوا اه وصلوا المحبس واقيلا كاع الزاك والمحبس وقسموها مع موريتانيا وماشي قسموها مع موريتانيا مي كي نقولوا كي اسبانيا خرجات هي اللي دارت هذيك اتفاقيات مدريد اللي يعني قسمت لهم الارض هي الارض لمن مدريد اللي كي نقولوا اسبانيا اللي دارت الفتنه هي الارض, الارض لمن شويه وعطات عطات الجزائر هي الارض والمادريد. لمن لا قسمت لهم الارض هذاك الشيء الارض لمن لمن الارض للمغرب وموريتانيا والجزائر يعني قسمتها هي اللي دارت الم... الارض للمغرب والجزائر وموريتانيا اه كاينه اتفاقيه مدريد ما عرفتش شنو فيها حتى الجزائر حتى هي عندها فيها نصيب حيت الجزائر كي نقولوا معها البوليزاريو حيت كي نقولوا البوليزاريو نقولوا الجزائر علاش نقولوا هكا حيت على ما عرفت انا انتم شكون اللي معاكم انتم امان <معنى> الله سبحانه وتعالى <applause> انتم معاكم اليهود معاكم اسرائيل امان <معنى> الله سبحانه وتعالى <applause> آه لا معاكم اسرائيل شكون اللي معاكم انتم انتم ما معاكم حد انتم مساكين انتم انتم مساكين المظلوبين مساكين ما معاكم حد انتم حنا مساكين هما اللي مساكين حنا الحمد لله حنا لا غير 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 شوف شوف يا الاخ كم عمرك خليل عندي 30 عام 30 سنه 30 عام الانسان خصو اذا دافع على الشيء يعرف على شيء دافع إلا قال واحد الموقف يعرف الحقيقة قلت لك هذاك الشيء اللي سمعت واللي هو خويا واسمع واسمع الحقيقة واسمع الحقيقة خويا الصحراء الغربية قابل آه بالمسيرة طالبت بها المغرب وطالبت بها موريتانيا حسن الثاني وجد ملفه وموريتانيا وجدت ملفها ومشاو لمحكمة لاهاي محكمة لاهاي قالت في حكمها الاستشاري لا وجود شين قال له الروابط القانونيه بين موريتانيا والصحراء الغربيه وبين الصحراء الغربيه والمغرب. معناها على ان الارض ليست لا للمغرب ولا لموريتانيا. الارض للشعب الصحراوي. هذاك الشعب الصحراوي اللي باغي المغرب ينفيه من الوجود. بعد 75 وقعت اتفاقيه مدريد الثلاثيه اللي فيها اسبانيا وفيها موريتانيا وفيها المغرب الجزائر ما هي فيها ما فيها الجزائر آه. اتفاقيه مدريد ما انا ما اعرف. عارف تاع عارف انا ما عرفتش اخي انا قلت لك انا عاودت لك داك اللي عندي في الراس ما عنديش لي ديتاي اتفاقيه مدريد الثلاثيه ما فيها الجزائر فيها آه. موريتان. وفيها المغرب وفيها اسبانيا وبموجب هذه الاتفاقيه الحسن م. الثاني يقر على ان وادي الذهب ارض موريتانيا شنو رايك انت لا هذه ما كاين شي وثيقه كتدل على هاد الشيء هذا؟ لا ما كنظنش، حيت انا من اللي داروا دارو. دارو المسيرة من داروا المسيرة الخضراء هي فين الصداع مع البوليداريوس؟ شنو رأيك أنت كانسان عنده 30 عام ويدافع على هذه الأطروحة، وتعرف عن الحسن الثاني بسم أرض أرضك مع دولة أخرى ما نظنش واشنو رايك قال لي انا ما سولتك على واش تظن ولا ما تظن ما يرى ما يرى يوق... هي راهي وقعت شوف الظن انت ولا ما ظن ما هذاك ما مع... ما شنو رايك انت دارك يقسمها لك واحد مع دوله اخرى مع جارك شو رايك؟ ما هادشي ماشي ما ما اذا كان الانسان الحق ما هادشي ماشي 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 عدل اوكي فراسك راسك كاين كاين احتفال اسمه هو... ذكرى استرجاع واد الذهب في 1979 من من؟ من بوليزاريو لا؟ لا من موريتانيا؟ نعم محمد السادس الثالي الحسن الثاني الحسن الثاني صادر ظاهر ملكي ظاهر ملكي تعرف ظاهر ملكي في الملكي في ظاهر ملكي ظاهر ملكي في 1976 يقول ان اقليم واد الذهب تعرف واد الذهب سبيعه الحمراء واد الذهب نعرف دوك الجويه كامل اقليم م. واد الذهب اقليم موريتاني وهل واد الذهب موريتاني لا او اخويا راه هذيك الصحراء الغربيه راه بحال العصيده <applause> لا عصيده الله يعصد فيها الحسن الثاني ويعصط فيها محمد السادس انتم تعصطوا معاه معه، انتم حتى انتم ما, ما تزيدوا حتى انتم ما عندكم نصيبكم في هذاك التعصاد اما الصحراء الغربيه اما الصحراء الغربيه انا انسان اما الصحراء الغربيه واخا غير غير انت انسان خاصك تدافع على الحق على الحق كندافع على الحق تمشي تدرس على الحق تمشي تدرس على واحد الحاجه باش يكون عندك واحد الراي ماشي إيه. تبقى م... سامع ما تعرفش اشنو تدرس حيت كاع الكتب اللي كاينين دابا ديال المغرب غتلقى المغرب اللي عنده الحق الكتب ديال ولا, دلوقتي ولا, دلوقتي ولا سمعت ولا سمعتك الحسن الثاني يسميها في الامم المتحده الصحراء الغربيه بالصوت والصورة كيقول الصحراء الغربية ما تيقولش المغربية نعم وعدي يخصو يخرج الامم المتحده باش يعني انا باش ما يبقاش هذا هذا ماشي انا آه انا واخا ولحظة ولاحظه ولاحظه خويا لحظه لحظه <applause> <applause> خويا تسمع الحسن الثاني بعظمه لسانه اللي تعود تكلم الفرنسيه اه واش من عام <applause> هذا تعرفوا ياك اه شكون هذا Et beaucoup de pays africains, à tort ou à raison, ont dit qu'il fallait absolument faire un référendum d'autodétermination dans le Sahara occidental. Mexique, Sahara, occidental. كاريم <applause> كريم العمراني تعرفه؟ كريم العمراني؟ ايه ما ما هو لك، كريم العمراني <applause> لا رئيس الوزراء المغربي الاسبق في عهد الحسن الثاني، كان واحد الملياردير يسلف هو يسلف الدولة، بحكم إيه. انه عنده ملياردير كان عنده الاموال، كيف خنوش اليوم؟ هو اسمع اخويا شو يقول؟ <applause>

اخي والله ما فهمتش مزيان اش كيقول قال قال على ان المغرب يقبل بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربيه وان المغرب سيقبل بنتائج هذا الاستفتاء مهما كانت هذه النتائج اه مع ما عمرهم داروا الاستفتاء مع ما عمرهم داروا انت استاذ كنتي خدام انت انا انا سمعتك كنت نعرف غير سميتك كنتي خدام في الاذاعه لا لا خويا انا ما كنت خدام في الاذاعه محمد راه هذه الليله نعرفك اصاحبي كنت ندخل من التلفازه انت ندير التلفازه انا ما كنت اخويا خدام في الاذاعه آه نورمال شوف شوف أولدي يا ولدي شوف شوف يا ولدي الانسان خاصو يتم يدافع عن الحق من يعرف الحق ماشي تم تابع الباطل انا كنت عايش في الباطل وفعليا الله من الباطل وما بغيتك انت تبقى في الباطل اودي اش غنقول لك استاذ ماشي باطل ولكن لا الباطل اخويا الباطل الباطل لانه شوف اخويا الارض ما هي مغربيه ما كانوا فيها المغاربه قبل 75 ما فيها مدرسه مغربيه قبل 75 ما فيها اداره مغربيه قبل 75 المغاربه ما يعرفوها قبل 75 نهار اللي عرفوها النهار اللي قال لهم الحسد الثاني يا الله اركبوا في الكاميونات يا الله تمشوا منين الله اعلم ماشي لواحد الارض قال لهم حتى ان خطابه يفضحه ايش قال لهم قال لهم ستذهبون الى ارض لم تطأها اقدامكم من قبل شنو معناه راك انت مثقف انسان ما هوا ها ما فهمتك اهو اه اوه اخويا شنو هذا الباطل ولا الحق انت تعرف بانه الحسن الثاني لما جاء 75 للصحراء الغربيه قبل ما يجيب هذوك هذوك صحاب المسيره مالو جاب جيشو مالو جاب جيشو دخلوا الصحراء الغربيه تسمع بالزريفيه ياك اه ايوا دخل من الزرايفية وبدا بناس الزرايفية وبعدها تم يكثر في الصحراويين ومن بعد عيط للطائرات تم تقصفهم في الطريق وتم تما المضريقة تم والناس يش... الاشلاء واللحم والدم وهذه حاله واحد داخل الارض ويقسمها مع موريتانيا واش هذه ارضه كاين شي حد يقسمها ارضه مع مع الناس اذا الانسان خاصو يفهم بان هذا الشيء اللي كامل يحكي لكم النظام بما في ذلك ذاك الشيء اللي كنت نقدم لكم انا في التلفاز لان هذاك سياسه التلفاز هذا كله كذب في والله يسمح لك استاذ تنسا <applause> لا ما اسمح لي انا خويا ماشي انا هو ماشي انا والحسن الثاني خويا لا انا ماشي هو الحسن الثاني شوف الحسن الثاني هو اللي كان ينتج هذا الشيء والحسن الثاني هو اللي دل جوع مساكين ودخلهم لهذه الارض شوف اخويا بالله عليك انت انت انسان ساكن في فرنسا هل سبق لك شفت شي جنود في العالم في التلفزيونات اللي تشوف شفت شي جنود في العالم يتفرشوا الكرتون في دولهم لا لا كاينه واحد الدوله فيها الناس يتفرشوا الكرتون لا الدول كنقولوا نقولوا اللي مازال ما لا ما... واحد الدوله واحد الدوله دوله دوله المغرب علاه اخويا <applause> علاه هذوك الجنود اللي مشاو لهذيك الحرب ومشاو كل هايك الارض وتم يقتلوا في هذوك الصحراويين وتعدوا على الصحراويين، لماذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى بان بقوا مشردين في ش... قدام البرلمان؟ واولادهم مشردين قدام البرلمان، وكاين منهم اللي يبيع الديطاي وكاين منهم اللي يطلب الصدقة في المحطات، كاين قول لي انت شي جندي في العالم شفتو يطلب الصدقه الصدقه يعدي لا في الشارع. في المغرب. و... هذه شا... انا هذه شاف في الصحراء في من الناس اللي يخدموا في الصحراء في الحداده. كتشوف حالتهم ساكن مكرفسين الله يحسن لهم علاه اخويا علاه لانك انت تجيل واحد الارض وتجي لواحد الانسان وتهزره من وطنه وتسرق ثرواته وتقتله الى عاد عندك الامكانيه تقتله. وفي التالي بغيت الله سبحانه وتعالى يقول لك هو ما, ما عندك مشكل لا اخويا عاقلك في الدنيا قبل الاخره شكرا اخويا خالد الله يحفظك مرحبا وسهلا العفو اخويا مرحبا وسهلا اخويا تحياتي لك نعم دعوات الصحراويين طبعا تبعتهم الذين عادوا عادوا يباتوا في الشارع السلام عليكم تفضل أخي الكريم السلام عليكم معك علي من فرنسا مرحبا وسهلا علي مرحبا وسهلا تفضل أخي الكريم لماذا الصحراء مغربية قبل 75 سبعة 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 ياك بماذا بماذا اه أنا أقول لك الصحراء مغربية لحقاش ماتوا فيها مغاربة أحرار ماتوا فيها ولحد الآن باقي المغاربة مشدودين عند بوليزاريو لحد الآن أخويا 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 علي أخويا علي. أخويا علي. وا خويا 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 علي خويا علي واش انت هادشي دارس, دارس عليه والله لا سامع؟ انا انا عم عميت تلقوه. تلقوه في 2005 تلقوه تلقاته بوليزارو ومن بعد 60 انا راني سولتك خويا امم واش انت سامع ولا دارس؟ انا انا عندي 29 عام يعني كيما الاخ اللي طلع من قبلي احنا سامعين سامع قول لي سامع اخويا ده. سامع وحنا س... انا شوف مم. انا ما سولتك شوف انا ما سولتك على الاسرى ما سولتك على عمك الله يحفظه لك ولا سولتك على المغاربه ولا سولتك على البوليزاري ولا سولتك عن الدوله الصحراويه انا سولتك هذيك الارض باش هي مغربيه منين تقول على انها مغربيه قبل 75 هذيك الارض هذيك الارض كان الحسن الثاني الله يرحمه بغاها بغاها تكون ارضه باش نجيب. واقعيين وفي القضيه ديال مصر تكون ارضه, أرضه. انا سويت الوالد ديالي قالوا لي ما تخلوش للصحراء الغربيه ما تخلوش للصحراء المغرب نعرف نعرف هذيك غير كيفاش ما بغا كيفاش بغاها تكون ارضه بغاها تكون مغربيه ديك الارض الا بغ... بحتلينها. يعني المغرب ما تكون ديال اي ما اذا انت تعرف عليهم انهم كيما فرنسا احتلت المارتينيك واحتلت بزاف البلدان المغرب حتى هو حتى الصحراء اللي انتم تقولوا غربيه. اي حتى كي في اسرائيل احتلت فلسطين. احتلت فلسطين. ال... ها 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 عادي انا مم. نسولك انت لا مم. نسولك انت. انت... اخويا محمد. سولك. لا نسولك لا نسولك خويا شوف خلي, خلي... شوف نزه شويه نزه نفسك على منطقة عادي آه انا عادي. شوف... خلي خلي... شوف هذا ما هو عادي اللي في جهتكم ديروه ما في جهتكم ديروه خويا شوف خلينا خلي المستوى طالع اخويا وناقشوا معاك. اما أم ندير في في جهدنا حنا راه دايرين في جهدنا وراه لو كان حنا كاع ما دايرين في جهدنا كاع ما تتكلم في هذا الموضوع عطيني هل انت تعترف بانكم تم احتليتوها ماشي نعترفوا ولكن حنا الصحراء كبرنا فيها كبرنا فيها هل, هل تعترف هل تعترف انت قلت لي على انها الحسن الثاني بغاها شاف شاف هذه الارض وبغاها كيف الفلسطينيين شافتهم اسرائيل وبغات ارضهم صح تقريبا نقدر نقول اوكي اوكي هل تستطيع على انك تثبت لي ملكيتك لهذه الارض اليوم الملكيه كما قلت لك قلت لك كبرنا فيها وجدودنا كبروا فيها جدودنا أوكي. أوكي. انا انا أقل... كم فوتو فيها الان كم سنه قضيت فيها الان أنا... انا من قليميم يعني جدود جد جد جدي كان فيها جد جد جدي يعني كم قضيت فيها من سنه الان 48 سنه صح اه 8 تقريبا و... كم فقدت في هذيك الارض؟ ما عرفت الله ما نعرف نكذب عليك 98 م... سنه 92, 92 سنه عفوا 92 سنه 92 سنه قارنها ب 48 سنه أيهما اكثر 92 طبعا صح, صح؟, صح؟ انتم ما قلتوا والو اسبانيا ملي كانت محتل الصحراء الغربيه علاش ما ما درتوش عليها الضجه اللي درتو ال... يعني اسبانيا كانت محتله في ديك الساعه كاينه ولا ما كايناش و يعني علاش ما درتوش ذاك هذا ملي كانت اسبانيا محتلاكم علاش ما درتوش عليها الضج ما تخرجوهمش من من خويا 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 شوف انتم ما عندكم رصاصه واحده طلقتوها على اسبانيا صح؟ اعطيني ايه. رصاصه واحده اللي طلقتوها على اسبانيا ما طلقنا ما طلقنا ترصاصه هذيك انتم عندكم جيش شوف عندكم جيش فيه 200 الف جندي 200 الف تاسس من 56 الى 75 اعطيني معركه خاضوها ضد خطوها ضد اسبانيا. ما كاين حتى شي معركه. ما كايناش اوكي. الاتفاقيه الوحيده اللي كات بين اسبانيا بان اخويا 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 صنت 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 اخويا. البوليزاريو البوليزاريو تاسست من سنه. منكذبش عليك ما اعرف. 73. 73. وبعد 10 ايام، هذه 10 ايام، 10 ايام، ماشي ماشي 20 عام. بعد عشرة أيام أطلقت لي كفاح المسلح الكفاح المسلح ماشي كفاح بطاطا وماطيشة لا كفاح المسلح شكون اللي شكون اللي سلحهم؟ اسمح لي نقطعك لا حول ولا قوة إلا بالله شكرا أخويا علي لزوبني. غير جاوبني غير جاوبني أخويا علي نهار تموتوا فين غادي فين غيدفنوك غادي اخويا محمد نهار غتموت فين غيدفنوك اخويا شكرا اخويا علي في فرنسا ولا في الجزائر شكرا اخويا شكرا شكرا ها نشت من شاغل مسكين بجثتي يعني. هذا جثماني انا من به مشغول به مسكين ما هو عارف كاع مسكين يتالم يتالم لي جثماني انا ما هو اخر شفتهم ساكن هذا هو. هذه هي هذه هي الطريقه اللي يفكر بها المخزن وهما طبعا نتاج واحد المدرسه مدرسه شوف خيخيه تطرح عليهم <applause> تجيب لهم واحد الخطاب معين مساكين تاكل ام شريفه مرحبا وسهلا مساكين الله الكل ساري وعليكم السلام أيه. وعليكم أيه. أيه. السلام مرحبا وسهلا. شحالك يا كل الباس؟ ما شاء الله بخير الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. ناطر لباس الحمد لله ان شاء الله. إيه لا اسمح لي راني لا كنت نكبس وبالي طلعت. مز... لا مرة مرة لا اسمح لي. ما في والله ما في الله والله. مرحبا وسهلا بخير. حياك الله. حياك الله. امين ان شاء الله مرحبا وسهلا. خايفين علي حق. إيمان مرحبا وسهلا. عبدوش. ما هفضل حق معركة نبقو طيب واري تفضل تفضل عبدوش عبدوش تفضل السالك عفوا سالك تفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سالك لاباس بخير ان شاء الله بخير الحمد لله ما طالي باس معك سالك من موريتان مرحبا وسهلا والله مرحبا تفضل اخي الكريم تفضل اخي الكريم أه لا عندي وجهة نظر هنا شيء بسيطة تفضل عفوا <applause> عفوا تفضل اللي أه أه تقول شفت واحدين من افقال موريتان هذا التالي للجزائر من الصحراويين يهاجم الموريتانيين هذا. من اين هذا؟ وهذا ما هو صالح هذا من اين هذا؟ هذا شفته هون شفته منتشر في الدول ما هو بعد عندي انا انا شوف انا ناقش معايا شيء عندي أما شفت في التيك توك انا مع اخويا انا ماني مدير العام للتيك توك والله لا حق اللي تقول لا ناقش لا لا شوف خويا سالك شوف جزاك الله خيرا انا م. ما تناقش معايا شيء ما تروح في التيك توك بس انا ماني مسؤول عن التيك توك انا زين معايا شي سي واضح عنه انا تفضل نقول لك تبارك الله أه وكل يا مثلا عن قضيته اذا كان يا ما كيف كيف كي اللي شاع الفتنه بين الدول ذاك ما يتوس مرتال والله والله نو شوف الفتنه شوف انا كصحراوي ضد الفتنه بين الشعب الموريتاني والشعب المغربي لا لا شوف المغربي, شوف المغربي شوف المغربي شوف المغربي الى عاد انت تنعر عن المغاربه لا انا نعرى عنهم وصلنا توصلنا خليني نتكلم وصلنا ترى صار انت لا تنعرى عن المغاربه المغاربه شوف جايين احنا غوزات احنا ما غزيناهم وجايين شوف جابوا لنا الويلات وجابوا لنا الحشيش وجابوا لنا الدعاره ولا خارك شيء ما جابوه لنا من من الخزو وخطفوا اش ازين غليان وداهم للسجون السريه وتعدوا علينا ولا مانعهم ما اللي يعلنهم يجركم انتم وعدلوا ذاك اللي عدلوا فينا نحنا يقدروا عدلوا فيكم انتم الموريتانيين ما هو منين يوفاهم قضيه الصحراء الغربيه. واضح. ايوه واضح وانت تعرف انت كموريتاني إعلان الصحراوي والموريتاني لا شيء واحد وتعرف طبيعي طبيعي. مغربي مغربي درك والله منين لك هون مغربي درك تتكلم معاه ما هو لا يفهمك ولا تفهم ذا حق والله ما هو حق تفضل رانك ميكروفون ها كانوا دارين الميوت دارين الميوت تفضل والله حق حنا أقول لك أننا نحن صحراويين معاهم دائما قضيتهم نعرف أنها قضية عاجلة لكن قضية الفلسطينية ها الله أكبر قضية الفلسطينية غير ما كي مثلا إذا ما يعدل تعود يعود تعود كي مثلا بين رواية كشخصيه مع المغاربة ولا مدخرة نحن الخلق كاملين من نفس المسافه فهمت ما ها ها, 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 ها؟ شوف ما نون شوف انت حر على انك تقبض المسافه اللي بغيت يا غير احنا صحراويين احنا عدونا المخزن احنا الشعب الشعب... حنا الشعب الصحراوي قاع ما هو عدونا الشع... المغاربه المغاربه ما هو عدانا سمعت ولا عدانا حد <applause> عدونا هو الاحتلال يا غير الاحتلال من يعود اللي مستعمل وحدين مستعمل صحراويين والله مستعمل موريتانيين والله مستعمل مغاربه ذوك الصما ذوك اللي ابدا لهم ذاك اللي يلطو وش لهم وجزاك الله تفضل يا سيدي جزاك الله خيرا اسمح لي ما, في مشكله من بك والله ما مرحبا عبد نعم 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 نعرف ناصر نعرف نعرف الاخ زين 95 تفضل كده ما هو على على أو ما رايت مختار احنا مبدئيا ما عندنا مشكله مع الشعب المغربي نقولوها وناكدوها يا غير الشعب المغربي ما يجي يدافع عن الاحتلال ضدنا احنا تفضل أخي عمر، عمر أيت مختار تفضل، عمر مريت مختار تفضل عمر مريت مختار سودح، أحمد سودح تفضل أحمد سودح تفضل مورينو كبسون فضلكم تكبيس راه ضعيف سبعة وستين ألف تفضل أخي الكريم مورينو ويا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شو هو السؤال تاع اليوم؟ عرفنا بنفسك جزاك الله خيرا مغربي من المغرب لا عرفناك مغربي من المغرب كاع ما قدمت لنا عرفناك مغربي من المغرب لا اسمك من فضلك جزاك الله خير مورينو مورينو مرحبا سهل تفضل أخي الكريم وش هو السؤال انا عاد بماذا هو الص... بماذا هي الصحراء الغربيه مغربيه قبل 75 تفضل آه. صحراء مغربيه منذ زمان ولكن كان فيها الاستعمار الاسباني والمغرب خرج الاستعمار تاع الاسبان باش خرج الاستعمار الاسبان خرجوا حرب سلميه حرب سلمية اي كيفاش هاي حرب سلمية؟ حقاش لي عارفين راسهم بلي اسبانيا ماشي الصحراء آه المغربية ماشي نتاعهم كيف غير شنو معنى هذه حرب؟ هي لا حرب ولا ولا سلمية لا واحدة من... ب... نو no, حرب سلمية تدخل مشا تدخل المغرب تدخل لبلادو حسن الثاني دار خطاب جمع الشعب نتاعو ومشاو وخرجوا لي سبون ودخلوا لبلادهم. يا غار كيفاش خرجوهم تقنيا انا بغيت نفهم كيفاش خرجوهم سلميا. واحد انت تكون ساكن في واحد المنزل ماشي تاعك ويجي مول الدار يهجم عليك للدار تاعو تخرج تخرج, تخرج من مس... اه ترصف من فوق السطح ولا شنو؟ تخرج المهم تسطح ولا الطاقه ولا تخرج المهم آه. م... تخرج ماشي ارضك تخرج فيها. يا غير, غير فراسك عن الصحراء عن المسيره هذه ما دخلت الصحراء الغربيه. ما فهمتش. هذه الصحراء اللي قلت انت طردت اسبانيا ما دخلت الصحراء الغربيه اسبانيا كانت في الصحراء المغربيه وخرجت على المغرب ودخلت لبلادها وانت اللي تسميها انت الصحراء ونتا المغربيه انت انت واش مغربي اسمع اسمع انت مغربي نسولك سؤال اسمع 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 انت واش مغربي ولا مريخيو انا من المريخ اخويا انا من المريخ علاش تخدم علاش ميكونش تخدم في الاذاعه ما قلتش هذا الشيء في الاذاعه المغربيه علاش ما كنتش تنطق به؟ صافي كمل لك التاريخ نو علاش ما كنتش تهضر على هذا السؤال؟ الله يجزيك على خير ويقول لي علاش ما كنتش تهضر على هذا السؤال؟ هذا راك راه تلقاوه عنده 60 عام مسكين راكم اللي تلقاوه عنده 60 عام مسكين راه اللي تلقاوه جد يعلم هو يعلم اولاده يعلم احفاده ولكن اش لا يعلمهم بالله عليكم هذا اش لا يعلمهم وانت كنت في التلفزيون وانت كنت في التلفزيون ولماذا لم تقولها في التلفزيون ولماذا في التلفزيون وحرحرناها بالحرب السلبيه والله الله يهديكم الله يهديكم. ساكن <applause> <applause> قصدتي لي مرحبا وسهلا جيست مرحبا وسهلا. استاذ مرحبا وسهلا كيف حالك؟ أستاذ. والله اللي بخير الحمد لله ما أه شاء الله. أستاذ. الحمد لله بخير الحمد لله. يا استاذ حبيت واحد العياشه العبيد هذو حبيت مره 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 تعطي لهم واحد الجرعات. اه الجرعه الاولى هي مالكهم الحسن الثاني اللي شدت عليه الهزائم في الحرب الاولى هذيك وهو بنفسه طلب م. المفاوضات مع 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 جبهه جبهه امم وما واش جاب وراها جات سول اللي هذه واحده بالصحراء فكرهم العمراني لا يحمل الوزير الاول تاعهم كريم العمراني كان يكرر ويهدر في الامم المتحده فيما يخص عملية الاستفتاء. اه. وثالثا زيد فكرهم كلهم فكروا من الجرعات هذو واش آه. كان يقول الملك تاعهم في الامم المتحده في مجلس الامن وما يقولش صحراء مغربيه يقول الصحراء الغربيه وهما راهم عندهم واحد السياسه <applause> عندهم واحد السياسه <applause> منين تولي داخليا عندهم تما كيقولوا الصحراء م. المغربيه م. منين يولوا في المحافل في الدوليه مم. وقدام العالم كاع نتحداهم ولا يقولوا الصحراء مغربيه يقولوا الصحراء الغربيه ما رانيش غلط استاذ. ومالك خاطئ يا غال ما, ما, ما عم تتكلم انت ما عم تتكلم هو تتكلم مع واحد يقول لك حنا خرجناهم بالحرب السلميه هو واحد يقول لك الحرب السلميه كيفاش داير سمعت انت هذا المص... حرب هل تسمعت انت سمعت انت شي مصطلح, مصطلح, مصطلح حرب سلميه في العالم؟ ما كاش ما كاش ما كاينش يا استاذ هذا المصطلح يا اما حرب يا اما سلم الله يعاونك امين ان شاء الله ربي يقويك على هذا على هذا هذا ربي يقويك امين ان شاء الله ويبقى عابدين الى ان الى ان تسقط المملكه هذه العلويه السرطان هذا ان شاء الله ربي يعاونك استاذ امين ان شاء الله الله فيك والله ويرحم ساله شكرا العفو والله عمر أيت مختار تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يسلمك. كان جزائري. مرحبا وسهلا، عرفنا بنفس. باسمك جزاك الله خير. عمر أيت مختار. مرحبا وسهلا، تفضل أخي عمر. أنا أنا مترشح لرئاسة الجمهورية الجزائرية أاا أه أه 24. <تصفيق> 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 أنا, <يا> الوحيد. <applause> أنا الوحيد، أنا <applause> الوحيد. اللي قدمت ترشحي مازال حتى واحد انا الاول انت اول واحد زين انا انا بودي لو كان نولي رئيس الجمهورية انا العلاقات المقطوعه بين المغرب والجزائر انا نحب نتكلم مباشرة مع محمد السادس ما, ما, ما نخبيش روحي كجزائري القضيه الصحراويه يخص يخصها حل دونك ما هو الحل هل ثمانين بالمية من تراب الصحراء ادتها المغرب ده استدير بقى بقى شريط على الحدود الموريتانية المغربية الصحراوية دونك شريط عشرين بالمية من من تراب الصحراوي اللي بقى دونك ما هو الحل هل أه نتولى من أه انت منين انت تطلع ان شاء الله منين تعود رئيس ان شاء الله رانا تناقش هذاك الشيء مع محمد السادس نعم معكم <applause> لا 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 شكرا من؟ لا شكرا لك الا منين تطلع ان شاء الله تعود رئيس ناقش هذاك الشيء شوف مع محمد السادس وشوف مع هيك سعرك راه طاير في الطياره هذا اعتقد على انه مروكي نصيره مرحبا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام الاخت نصيره مرحبا السلام لكل الحاضرين يعني مرحبا وسهلا السيد عمر ايت مختار جزائري يعني كان جزائر. كان آه. كان من مؤيدي بوتفليقه وكان كان مؤيد للعهده الخامسه وتما يعني اللي درت عليه انا ينكروا واكيد <applause> يعني الشعب الجزائري الشعب الجزائري رايح يدير عليه لاكروا لا جا لهذا الشيء هذايا على خاطر ما فهمش الميساج تاع الشعب. على كل حال انا علاش اتصلت اتصلت على خاطر مازال ما لقيتش يعني الجواب للسؤال. لا لقينا لقينا واحد قال لنا على انهم على الصحراء هذه بسبب الحرب السلميه. وعلش وعلاش ما لهم لهمش الغزاويين مساكن لا لا يوروا لهم ولا يورولهم آه لهم كيفاش يقولوا لها الرقيه اللي كتبوا اللي تداوروها باش اسبانيا <applause> خمس،, خمس احزاب هذيك الرقيه اللي داروها كي هربت اسبانيا يوروها لهم الغزاويين الفلسطينيين باش <applause> طارب اسرائيل علاش مساكن وعلاه وعلاه يا المراركا سيلفو بلي سيلفو بلي وروا لهم الفلسطينيين هذيك الرقيه اللي درتوها كي باش هربت اسبانيا علاش 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 تخلو الدراري يموتوا مساكن علاه ديروا مزيه ها ديروا مزيه وروا لهم وروا لهم وروا لهم والله نستعف بكم انا نجي انا انا لنا انا نقول سيدي محمد وما على باليش واش نتعلموا نتعلموا احنا م. الجزائريين ما نعرفوش على كل حال نسجدوا بصح نتعلموها وروا لهم برك نتهنا ويتهنا العالم الدم دمومات م. على كل حال لقيت ثاني جريده قست من جريده وين حسن تاني. طلب المقابلة مع شارل دوغول مباشرة في يوم في ماي 1962 يعني شهرين بعد بعد الإعلان عن عن سيسي في الجزائر ويعني قبل ما يكتبوا يكملوا كامل وقال لهم كان يتشاور معاهم باش هكذاك يعطولو الصحراء ويعطوا له واش ما على باليش وفي الاخير قال لهم لازم تحموني من الجزائريين ولقيت الجريده نظن اني بعثت لك آه الاخر بعثت لك آه بعثت لك الميساج هذاك تتصل مول آه مول آه الاخر هذاك باش يعطيك باش هكذاك نفضحوا هذا حصان طرواده اللي حطته لنا فرنسا هنايا والشاب مازال ما, ما فاقش لا ولا يفيق مع الوقت شوف لا نعطوهم الوقت ان شاء الله ولا ي... لا يستفيقوا واحد واحد ان شاء الله لين ما تفهم يعود واحد ان شاء الله غايب عنه الحقيقه هيا آه نخليكم بخير وعلى خير والأخير شكرا والأخير و... الله الله يطول عمرك ان شاء الله كود كلوك فور ايفري الله يطول شكرا والله شكرا والله. السلامة. بالسلامه اختي مرحبا بالسلامه مرحبا بالسلامه محمد مرحبا وسهلا لا خير سلام عليكم السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام مرحبا وسهلا صوت الجماهير مرحبا بك مواطن خير محمد خويا مرحبا بك وسهلا مرحبا بك جميعا ان شاء الله الله نكبر والله نكبر مواطن من شعب الصحراء الغربيه خير الله. خير الله بينه وبك محمد خويا الرفيق موجعهم 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 الله يوصلك محمد آآ آآ شوف تلقينا طلبات من الاخوه المشرفين على الغرفه اللي يدخلوا عندك يطلعوا لك اه. الناس اه. قالوا على انهم قدموا لك طلب باش يتم تصريح هذه المراركه بالادلاء بشهادتهم الطبيه غير قول لي انت انت تقبض واحد فاقد العقل فاقد العقل تطلب منه وثيقه هو هو اللي جزاك الله خير شوف انت بلسم بلسم انا من عاقب نهار من التعب في العمل والله من عاقب الديقات معاهم والله كله فش مين راك يا محمد والله إيه نخرص ونشاهدوا نشاهدوا مثلا هذا اللايفات في مسلسل ايش نبتاع شوي نبتاع شوي <applause> ايه نرجع نروح شويه سمعت الله آه. يجزيك على ذا كامل اللي آه. آه. شوف إيه الحرب السلميه هذا مصطلحين نقيضين م. يا هم ما فاهمين هم ليه بلعوا الكلام و <applause> لا سامعوا ولا سامعوا الا سامع ويمرق قال صحراوية وين عنه كي محقن قال له واحد محقن الرواية حق والله محمد المجد والخلود والشهداء الابرار آمين الحرية المعتقدين الله ينصرك محمد امين ان الله ينصر الجزائر ان شاء الله الجزائر ماشية في المطار الصحيح آه نتمنى آه، ونترجع من عند الله أن يوفقها في مسارها بجادة وشعبا الله يوفقهم تحية الجزائر تحية الصحراء الغربية تحية فلسطين يحيى حرر العالم الله ينصرك يا محمد أمين. الله ينصرك امين ان شاء الله اجمعين ان شاء الله والله مرحبا وسهلا الله مرحبا <applause> لا ما رأ... انت طالق <applause> مساكين <applause> 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 محمد يساش مرحبا وسهلا الابا أو لابا لابا تفضل. لابا تفضل. نفهم العده العدة يبدأوها من الليلة. تبدأها من من <الليلة> اذا كيف شفتوا لا احد عنده الجواب لا احد عنده الجواب جميع يعني نمشي هاك وهاك وهاك عبد النور مرحبا وسهلا اختي ايمان تفضلي ايمان مرحبا وسهلا السلام عليكم أهلا السلام من الجزائر ان شاء الله تكون مرحبا وسهلا وانت كذلك ان شاء الله الحركة. والله دائما من الله يفات نتعلموا هكا واحد المصطلحات اللي لازم نتعلمه الحرب السلميه هذه كتبتها لانه دوختني شغل دارت لي ايرور في مخي والله ما عرفت كيفاش الحرب السلميه هذه اسكو يعني السلاح بالك تبالي سلاح السلاح المستعمل كان تاع الكومير هذيك لا ما عم تدي معاك البغرير تدي معاك البغرير والمسمن تعتبر حربا سلميه وقيل لانه انا سمعت المسيره واحد قال لك كنا نتمشوا يعني بالرقيص هكا وزعما بالفرحه والسرور حررنا حيدوس هي حيدوس آه ايوه كانوا عدلوا كبه. حيدوس وكانوا عدلوا احواش كان احواش والبنادر هذوك يقدوا النار في الليل ويحموا هذوك البنادر وتموا يرقصوا العلايات يطيبوا البغرير هما يرقصوا بين ما يوجد البقرير ياكلوا البغرير يقدوا الى الصبح وصاروا يحروا <applause> الحمد لله وهذا ما يش سهل هذه راهي حرب هذا راهم جاهدوا وهم يتمشوا الفوتين اقسم بالله انا اللي حير انا اللي حيرني والله العظيم هو انه كيفاه كي يطلعوا يقول لك كنت تخدم وكنت تخدم اذا كان المصدر تاعكم هو استاذ الراضي واراءه فالان انه متبعوه الان حاليا تبعوه كما راه يقول لكم استاذ الراضي اذا كنت خاصهم لا ميزاجور <applause> <applause> خاصني نعدل لهم لا ميزاجور باش يت... باش يتم متابعين معي باش شكون يت... انا اثر فيهم ساكي اي شيء قلت لهم يتبعوه حالة الطلاق ما يفرح يتعدد كحالة الطلاق في العالم العربي يعني شغل كوارث <applause> <مسمو> اللي <applause> حيرني هو تحرير الارض هكذا بالمسيرة انا نتمنى يعني وقت ما يديروا مسيرة باش يحروا سبتة ومليلية ويديروا مسيرة عومية باش يحروا الجزر انا مستعدة انه نطيب لهم المحاجب ولا المسمن من عندي ثاني كن <applause> نعاونهم نعاونهم هذاك اجر مني والله العظيم من يعني والله السلام عليكم ربي ينصركم وعليكم السلام اختي مرحبا سهلا والله تحياتي لك مرحبا سهلا ناصر الدين وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته تفضل اخي الكريم نجاوب هذه الاخت الجزائريه نقول لها نتمنى لكم انتم الجزائريين ما نسمح لك انا قعدت الطاوله للجزائرية الجزائريه ولا على الجزائر مرحبا وسهلا محمد ابراهيم سالم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام, السلام. مرحبا وسهلا والله معك ابراهيم سالم النزيه من من اسبانيا صحراوي الجمهوريه الصحراوي الديمقراطيه اخير تفضل عربي الصحراء انا لا عندي جوابين جا... جا... على السؤال كاع ما عندي عنه جواب صراحة لأنه مجاوب راسي غير بعد غير بعد لا بالنسبة للرد رد... على الموريتاني اللي قبيل اللي, اللي, اللي تكلم معك عن نحن الصحراويين نتكلم بعد انا عن نفس المنمى جهة رسمية غير نعرف الصحراويين ونعرف مجتمعي يعني عن نحن الصحراويين ما عندنا مشكلة مع الموريتانيين موريتان هما قريب لنا حد ونحن قريب لهم حد موريتان دولة ذات سيادة عندها علاقات مع الدول تعدل العلاقات مع المغرب نسب اقتصاد تجارة اللي بغات من العلاقات كاملة لا على المغاربة عدونا احنا وحدهم اللي دخل في الحرب مع عدونا عدونا وذاك أه. اللي دافع عنا عدونا بن الصحراء المغربية وكذا ذاك عدونا ما احنا ما لنا رادين ما لنا ان... ما لنا عرقلة لاي حد يعدل علاقات مع المغرب ويعدل مع الصحبة، ويعدل اللي بغى ان شاء الله من فم الفوق والله حق لا عندي ذيك حريته حق والله حق بعد حق بعد عايد خال... لا جروب وات اندخل... دخلت بجروب دخل دخلت ما كاش دخلت البارح هما يبانوا يناقشوا شنو ملة كورة ولا ما نعرفش ذاك نبتو المهم شي ما هو ضحك هم تعرف... هما تعرف هما دراك شغالين فهمت هذاك الطابور كامل شغال باش شي باش شي قدي نار بين الصحراويين ومن كذا وباش والله مم. مم. لا حد يرد البال معاهم وتو قاعد يبعد منهم يخليهم توفي يخلي ما يدخل معاهم في هاي المشاحنات من تدخل معاهم في هاي المشاحنات اذا كان يؤدي الى الكلام في ما هو في والله والله ما لنا احنا من باب المشاحنات اللي ندخل معاهم وبالنسبه للمغاربه عن عن مولانا مولانا الله عز وجل ميز الانسان عن الملائكه وعن الحيوان ميزوا بالعقل والشهوه والان الانسان هو خليفه خليفه الله في الارض الله <applause> حد مين اعطاه مولانا عقله يخمم به مولانا اعطاك العقل باش تخمم به انا مين نعود الصحراء مغربية انا ابراهيم السالم من تعود الصحراء المغربيه بين لي باش مغربيه <applause> اعطيني حجج مقنعه ثابتة ياك نعود انا مغربي الله <applause> منين حجتي انا عليك انت ثابت باحتلال الصداني للصحراء واحتلال البرتغال وفرنسا والهند والسند الصحراء والمغرب ما عنده بها علاقه ما الواقع والشمس ما تدرك بالقربال الشمس ما تدرك بالقربال اتقوا الله في انفسكم وخدموا عقولتكم وعرفوا الحق من الكذب راهم عقولكم مردومين بالسحر مثقفينكم اكيد ما يمرقوا ولا يدخلوا هذا النوع لان عارفين عندهم ما عارفين عن ما عندهم اجابه عارفين الحقيقه حق والله وما اللي ما عارفين عارفين وما عارفين الحق هذا ماني عارف يا ابو حد ع... حد بعد عاطيه نعمه الاسلام وما زال يقول ذا النوع من هذا وتوفى دا 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 الله. لا 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 حول قوه الله والله خير الله امين ان شاء الله مرحبا بكم ان شاء الله جزاك الله خيرا والله يوني فيك والله جزاك الله خيرا وخير مغربي هذا مغربي تفضل اخي الكريم تفضل خير كريم سارة كل عاد ترسلتي بالغلط من يعرف السلام عليكم وعليكم السلام ما شاء الله شحالك انت لباس الحمد لله ان شاء الله مطر الحمد لله انا اللي عندي عندي بحكم ان هذا اللايف ديمقراطي منين عدوا عجزوا لانه عاد عام <م stereotype> عز ما قدو حنا الصحراويين رانا جاهزين عن نفس السؤال تطرحوا علينا في حاله عنه يطلعوا يولدوا عاجزين افتح لنا إحنا مساحه كصحراويين كذلك نجاوبوا نحن عندنا الحق مين يعودوا عاجزين خلاص رانا حنا كصحراويين جاهزين عندنا البرهان تاريخيا وقانونيا كل شيء عن الصحراء الغربيه اللي نبرهنوا لك يا محمد عن الصحراء <applause> اكيد هي غربيه اما بالنسبه للتعريف اللي قال الاخ المغربي اللي كان طالع الحرب السلميه وسالت الاخت الجزائريه أنا ما قد سمعت هذه قال لها حرب قمرية ويجيبها لا الملك من آه. يطلع القمر ما خلق مملكة طلع ملكها للقمر إلا اه الحسن هذا الحسن الثاني هو آه. طلع القمر وجاب هذه الحرب وهي اسمها الحرب القمرية وهي اللي حروا بها الصحراء آه. وشكرا محمد في الله خير عاجزين رانا احنا قادرين هو <applause> <applause>, شوف يوم ما نتروا نترولهم راك كان عندهم شيء من الخزين وفاهم مع الخزين الاول وذاك راهم ماشيين شغل الخزين الثاني اعطوهم فرصه شوي كانهم ما يراجعوا في الخزين الثاني لا يجبروا شيء. اعطوهم فرصه لا يحاسبوا. وني بيك والله وني بيك حتى انت فخيرت الله مرحبا مرحبا. إذا إلى حدود الآن لا أحد يملك الجواب يعني حاولنا أن نبحث عن الجواب حول مغربية الصحراء الغربية قبل وسبعين طالب طيب مرحب السيد مرحبا السادة المشرفة لا أحد عنده الجواب كلها جايب لنا نسخة من التاريخ وحده شي يقولنا الحرب السلمية شي يقول ما نعرفاش شي ما نعرفها كانت لنا اليوم بعد يا يعني ما اسمعنا حد يقول موريتانيا لنا. منين كنتم اصحاب موريتانيا لنا؟ منين مشيتوا؟ طبعا الشعب كامل عاجز على انه يجاوب على هذا السؤال البسيط. نشوفوا هذا مهدي دائما نجبروا عند اللايفات. مهدي تفضل. مهدي تفضل. لما طلعت للسطح موريتانيا حق لنا إذا لا أحد يملك الجواب مهدي السلام عليكم مهدي تفد... وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. معك المهدي من هولندا. مرحبا سهلا المهدي، تفضل اخي الكريم. يا محمد بخير ولا والله بخير الحمد لله ما شاء الله. السؤال باقي يتقلب عليه مازال ما لقيتش. مازال اخويا مازال. راح تجوزت سؤال كيسال نفسه. عند الصحراء ديال المغرب ما كاينش اللي يقول لك ماشي سؤال معلن. سبحان الله اسمح لي اسمح لي خليني نتمعن في هذه الكلمه اللي قلت السؤال يسال نفسه سبحان الله كيف يسال السؤال فهمتوا انتم ماشي ما هذه السؤال يسال نفسه تفضل اخويا واعطينا الجواب من اعادة السؤال يسال الجواب الجواب قلت لك راه هي الصحراء مغربيه ما كاينش اللي غادي يقول لك ماشي مغربيه باش. انت عمرك كانت مغربيه انت مغربية. باش باش. راه لا راه ارض ما الحدود ما بين الصحراء ما مغربيه واش ما اسمعني وخليني خليني نكمل لك عبارتي اه اه باش مغربيه قبل 75 تفضل اخويا اعطينا باش مغربيه قبل القبائل اللي كانوا فيها تابعين للمغرب راه ما كاينش يقول اخويا اللي شوف القبائل آه. اخويا واسمع اخويا القبائل شوف القبائل القبائل اللي تتكلم انت عنهم آه. هذه الروايه اللي انت سامع بس كنا عارف آه. لا سامع ما انك دارس آه. دارس لا تقول لنا دارس انت سامع هذا الشيء القبائل مشابه مش الحسن الثاني لهذيك المحكمة لاهاي اللي عندكم في هولندا واش قالت له؟ اش قالت له؟ واش قالت له؟ الحسن الثاني ما كانش هو كيدافع كي على على باش غادي ياخذها من الصحراء كان كيدافع كي باش ياخذها من الصباليون هو كان بحراره من الصباليون علاش كي علاش كحط الملف ديالها في دياله ف... راني 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 لك مقطع للحسن الثاني يتكلم م -م. ضد هذا اللي تقول انت هو اخويا قلت لي الحسن الثاني كان باغي يحررها من من؟ من اسبانيا من الصحراويين لا الصحراويين راه مغاربه تابعين للمغرب علاش غادي يحرروا؟ جاوبني انا ما قلت لك واش مغاربه ولا واش كان باغي يحررها أسمع, أسمع, اسمع واسمع واسمعني خليني خليني. خليني كلمه كلمه نناقشوا خويا خلينا نناقشوا خويا آه. واش هو كان باغي يحررها من اسبانيا والله من 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 غير اسبان لا كان غادي يحررها هو من اسبانيا وانت كتسال و... كانت معك واحد السؤال تساله مع الجنود المغاربه تكونوا في 58 الحرب العالميه الثانيه كانوا فيها الجنود مشاركين مع فرنسا جنود مغاربه منهم صحراويين كانوا في كانوا مع كانوا في, في, الجيش المغربي مشاركين في الحرب العالميه الثانيه وفراني خويا وفراني خويا فراني, فراني 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 لا حتى كتقول لهم الجيش المغربي متكون تكون 58 فراني يا خويا فراني عدل الف... شوف عدل... عدل الفران شوف عدل الفران واسمع اخويا وشوف سبحان الله انت تتكلم وانا نسمعك والساعه اللي نتكلم انا انت ما تسمعني فرامي قلت لي بان الحسن الثاني كان يحررها من سبانيا صح؟ اه, آه. الملف ديالها تحط على اجل باش تحرر من سبانيا كما قلت لك في خطابي الاول اذا ما لقيت اسبانيا اذا ما كان ذلك الاسباني عسكريا ام مدنيا فصاحب هو عانق واقتسم معه ماكلك ومشربك وادخله مخيمك سي محمد انت كتعرف فراني 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 أتمح فراني فراني شوف فراني واسمع معنا الخطاب ياك ما عاجلك شيء ما بغيتش تمشي سامع راني سامعه الاف المرات راني سامعه سامعه راني انا نخطبو أنا ليك انايا الخطاب هذا واش, واش, ت... لك خطاب واش بغيت تمشي واش انت بغيت تمشي؟ لا بغيت نتناقش معاك تناقش معاك بغيتي تهبطني بو... مرحبا ماشي مشكل لا غير واش... قولي لا بغيت تمشي ولا شيء لا خصك بيخسك... حسيت بك بغيت تمشي لا لا ما نمشيش انا كنتناقش معاك انا نعطيك الجواب هو فراني واسمع اخويا أخوي. حتى نكملوا من الفيديو نطلب منك تشرح كما قلت لك في خطابي الأول إذا ما لقيت إسبانيا كيف ما كان ذلك الإسباني عسكريا أم مدنيا فصافح هو عانق واقتسم معه مأكلك ومشربك وأدخله مخيمك فليس بيننا وبين الإسبان غل ولا حقد فعانق إخوانك وأصدقائك الإسبانيين عسكريين كانوا أم مدنيين، وإن أطلقوا عليك نارا فتسلح بإيمانك وتسلح بقوتك وزد بمسيرتك مسيرتك فلن ترى في آخرها إلا ما يرضيك ويرضي راحتك وراحة ضميرك، وفيما إذا تأدى عليك المعتدون من غير إسبان شديد عزيز في مسيرتك تعلم أن جيشك الباسل هو موجود مستعد لحمايتك. آه إن جيشك الباسل مستعد لحمايتك ياك ما بقاش عانيقهم إلا بغاو يمشيو معك بالسلم ما بغاوش يمشي معك بالسلم كاين جاش باسل موراء هذا هو الخطاب. انا والله ما نعلق عليك لا هذا هو الخطاب انا شوف والله ما ع... انا شوف والله ما نعلق عليك شوف انا شوف انا شوف, أنا شوف... أنا شوف... أنا شوف... أر... لا خليك شوف اشرح صراح... شرح انت شوف شوف لا اعرف عنك انت بسح... لحظه اخوي لحظه شوف انا والله ما نعلق عليك لا اشرح انت كيف بغيت اشرح انت كيف بغيت انا اشرح لك تما كاين اتفاقيات لان اسبانيا غادي تخرج تخرج بالمسيره سلميه غادي تخرج لاسبانيا اتفاقيات تما انتهى الامر ديالها صافي سأل الاستعمار ديالها الوقت ديالها سهله تخرج تخرج بل بالسلم او بلا, بلا سلم راه هو قالها لك لقيتي واحد محترم محترمك عند قوم ما لقيتيش كان جيش باسل موراك هو اللي غيخرجها هذا هو الخطاب ديالو وكاينين اتفاقيات قبل من المسيره تما باش اسبانيا غادي تخرج في ذاك النهار فحلل الإنسان الخطاب انت عطينا إن الحل وما الحسن الثاني ما شفتيش الخطاب ديالو لا لا منين تكمل شوف 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 انا ناقش مع الانسان اللي منين يشوف الحق يقول الحق هذه كلمه الحق خليني وأشوف أخ... 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 اخويا شوف أخوي انا كم من دقيقه وانا نسمعك و... وساكت ساكت ونسمعك بس خاصني نسمعك باش نقدر نرد عليك وصمتي صمتي عنده عشرين ألف مليار تعبير أحسن من نتكلم أنت تشوف الحق ذاك هو وتبكت إلا بغيت نرجع الخطاب بعبارة بعبارة تبغي تقبل وت... وتسمعت الخطاب اللي قال هو الصحراء المغربية لن نساوم تقبل. فيها شوف. أبداً شوف سبحان الله شوف سبحان الله تأخذكم, تأخذكم العزة بالإثم فتتمسكوا بالباطل حتى ولو رأيتم الحق أنا قلت لك قدام الناس نرجع الخطاب جملة بجملة قابل والله ما أنا قابل لا أنا قابل من ما طلعت معك أنا قابل ولكن أوصف بالنقاط أوصف ما تقول لي ولكن ولا ما تلا لكن كما قلت في خطابي الاول، اسمع عبارة بعبارة إذا ما لقيت إسبانيا إذا ما لقيت إسبانيا، نكرة الكلمة راه تعد نكرة راهي مفتوحة كيفما كان ذلك الإسباني ما كان ذلك الإسباني عسكريا أم مدنيا عسكريا أم مدنيا؟ لأن في الصحراء الغربية كانوا الإسبانيين مدنيين وكانوا العسكريين فصافح هو عانق صافح هو عانق الله تعال أيها الإسبان أهلا بك أيها الإسبان يا سلام عليك أيها الإسبان أنا أحبك أيها الإسبان ولكن لا هو وهو اسمع اسمع أخلي. خليني خ... خليني نعبر انا خويا خليني نعبر خليني انا نعبر انت كاع بلا ما تعبر خليك نكمل الفيديو وعبر هذا راه قوه استعماريه مستعمره لك ارضك 92 عام وهي تستغل الفوسفات والحوت وكذا يا الله يا سلام يا سلام احبك يا ايها المستعمر يا سلام ما انت مدني احبك عسكري احبك معه اقتسم معه البغرير والمسمن اللي جبت معك من المغرب هذاك البغرير والمسمن اللي جبت من المغرب اقتسموا معاه دخلوا لدارك ووكلوا وشربوا فالإسبان ما عندك حتى مشكلة معه هو مستعمر 92 عام هو مستعمر لك أرضك أدخلوا المخيم اللي اللي بان لك الجيش فليس بيننا وبين الإسبان غل ولا حقد فليس بيننا وبين الإسبان غل وحقد لا غل ولا حقد بالرغم أنهم مستعمرين أرضك كما تدعي عانقه عانق عانق تم عانق. طيب لا عانقه نسى انك عانق عانقه عانقته وعانقه مره اخرى حتى تشبع من عناقه لان مهم الحنان مهم الحسن الثاني بعد كان يدعوكم للحنان كان كان يحب هو الحنان عارفكم انتم بانكم حنان مساكن مدنيين وعسكريين وإن اطلقوا عليك نارا. حتى الى اطلقوا عليك الرصاص مضاطح حلو حتى لا حتى لا وجهوا لك الرصاص قول لهم ما عندك مشكله اقتلوني فانا حنين لقد بعث لي الحسن الثاني وانا حنين تسلح بايمانك تسلح بايمانك ايمان, إيمان. من ايمان ايمان انت جاي جاي تحتل واحد الارض وجاي معك الايمان الايمان تديه هو بتقول الحق هذاك هو الايمان اما الايمان تشوف انت ارض ما هي لك وجايها باش تحتلها وجايب معك الايمان إيش من ايمان هذاك ايش من الايمان؟ قال لك لا يؤمن يح... المؤمن حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انت تبغي حد يدخل عليك لدارك؟ انت تبغي شو واحد يسرق لك دارك؟ تبغي شو واحد يسرق لك ثرواتك؟ تبغي شو واحد يقتل لك اولادك؟ هذا هو الايمان. اذا كان شيء ايمان اخر ولكن راه ما نعرف راه عندكم تم واحد الايمان اخر. وتسلح بقوتك. تسلح بقوتي وزيد في زيد في مسيرتك فلن ترى, فلن ترى. في اخرها آه. إلا وراه ورا ان شاء الله كاش اللي يتحقق الامور كلها بخير وعلى خير واللي تشوف الا اللي يعجبك شنو هو اللي يعجبك هذوك اللي شاركوا في المسيره كاملين شورثوا الذل والفقر والجوع ما اعطاهم الحسن الثاني الفوسفات ما اعطاهم الثروه السمكيه معطاهم معطاهم ما اعطاهم مانضه ما اعطاهم حتى شيء هو احتل الارض استغلها هما راهم معلقين واحد اسم هو كارطات في في, في, في الصالون <applause> لا لا مازال 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 كم من وفيما اذا ذلك المعتدون فاذا واما وان وحينما يعتدي عليك المعتدون شكون هم هما المعتدون وهما هما الصحراء الغربيه فيها اسبا وفيها الشعب الصحراوي وحد من غير الاسبان من غير الاسبان فعلا ان جيشك الباسل هذا جيشك اخويا انا بغيت نسولك انت مدي الجيش لمن واش مديه باش تطرد القوه الاستعماريه اللي مستعمره اسبانيا الصحراء الغربيه والله شيء ولا لا تفضل انا كملت اول حاجه هو خاطب 350 الف مواطن باش ما يديروش الشغب باش مش مشي سمي... اه مسيره سلميه لان علاش لان واحد عنده سلاح وانت غادي هاز في ديك ولا هاز في ديك قران وباغي تحارب معاه هو كيوصي 350 الف ديال البشر باش ما يديروش الشغب لا سلموكم سلموهم الى بسلو عليك راه كاين جيش باسل الموراك هذا هو اللي كيوصي هو في 350 الف واحد هذا هو الخطاب ديالو ثاني حاجه مني صابو الصبليون الصبليون خرجت بحالهم ومشات على الصبليون اعترفت بها مغربيه علاش ما بقاتش تقول لهم لا ما ديالكمش مني خرجت منا كانت تبقى تقول لهم لا اللي اعترفت بها العام اللي فات قالت لهم لا الصحراء مغربيه كون هي عرفتها ما فيهاش المغاربه وما هذوك المغاربه اللي كانوا ساكنين فيها ما حاورتهمش وما عرفتهمش من مغاربة غادي تقول لهم لا هذيك ماشي ديالكم هذيك غادي تبقى ديما رافضه لهم الاعتراف آه اما الخطاب ديالو هو راه كيخاطب 350 الف في مغربي فيها المشاغب وفيها الهبيل وفيها اللي بعقله وفيها اللي ما على بالوش وفيها الحبيس وب... راه ما يمكنش باش يصيفط 350 الف واحد وما يقول لهم تكل ما يقول لهم وسيروا هزوا الماس للسبالي لقيتو لقيتوا خشي فيه موس في كرشو واحد عنده سلاح وانت عندك رايه غادي تحارب معاه سالم معاك سالم معاه ما تسالمش معاك موراك جيش هو اللي غادي تحارب معاه وكانوا فيها الجيش الصحراوة اصلهم صحراوة كاينين دابا مدفونين عندنا في 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 في, 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 في البلاد كاينين باقي لحد الان كيجيو يزوروهم ولادهم من القبائل ديال الصنهاجه. اسي محمد لا بغيتي الجواب ديال 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 الصحراء بالله راه مغربيه ولا ماشي مغربيه، خاصك تسول عليها الصحراء والاصليين. والاعتراف ديال اسبانيا هو اللي خلاها بالله راه مغربيه لانها هي اللي كانت مستعمرها. كون هي رفضت الاعتراف غادي نقول لك اودي باقي مشكوك في الامر ديالها. ما انا ما نعقب عليك انا شوف خليني انا ما, أنا خليني أنا ما عليك شوف غير قول شوف راه هذه 216 لا هذه الحقيقه اخويا الحقيقه وها الحقيقه على انتم ما عندكم الحقيقه انتم عندكم ولا الحقيقه ولكن راه هذو اللي يشوفوك والعالم اللي يسمع فيديوكم بعده يعرف تقول ويعرف صدقية اللي تقول كمل واش هاد الهضره اللي قلت لك انا واش فيها شي كلمة ديال 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 العيب فيها شي كلمة ديال ماشي على على الحق؟ سولتني؟ نسولك أنت قلت لي واش, واش قلت لي واش ياك يا واش مم. سؤال؟ أخويا الله يسمح لك من الكذب. اسمح لي نسولك أنت ريتك. وأنت سولت أنت سولت انت, انت, سولتني. أنت سولتني ياك أنت سولتني نقول لك الله لا. يسمح لك الله يسمح لك من الكذب اللي كذبتك. إلا كذبت أخويا شوف شوف. مم. الصحراء الغربيه كانت فيها سبارية وكان فيها غربية. الشعر واخويا خل و... وسبحان الله وسبحان الله واش نتوما واش نتوما منين تفهم والحسن الثاني مسميها الصحراء الغربيه كريم العمر هذا مسميها الصحراء الغربيه ما تنقولش كمال ب... برو... بر... ولا حدا اخويا كمال ماشي خلية. ديالكم توجدوا الشعر توجدوا تما نقول لهم الشرق نقول ماشي مغاربه الجنوب مراكش شو اسمي نقول لهم انتم ماشي مغاربه أسري. المغرب المغرب هو الوسط على الدار البيضاء وربا اشريف اشريف ورا اي بلاد فيها راه شوف اي بلاد فيها الغرب والشرق والجنوب اشريف 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 والشمال اشريف اشريف الله يهديك امين ش تسمو الصحراء الغربيه اليوم شتسموهم تسموهم لا ماش اقاليم جنوبيه اش <applause> بغيتي تسميها انت؟ اش تسميها؟ <applause> هي اسم انت قلت لك لي... قلت لي غربيه صح؟ هي الاسم ديالها قلت لك انا هي الاسم هي ديالها اسمها لحظة... هي اس... شوف هي اسمها الصحراء الغربيه وانتم تسموها <applause> الاقاليم الجنوبيه وانتم والحسن الثاني يسميها الصحراء الغربيه لانها غربيه و... ونظامكم يسميها الاقاليم الجنوبيه وفين كاين الفرق بين غربيه ومغربية فين كاين الفرق يا سبحان الله فين كاين الفرق يا سبحان الله يا, احنا في يا في سبحان الله غير يا الشاعر. سبحان الله يا سبحان الله على خل... خلقكم الله على خلقكم الله كيف خلقكم الله واش الريف ما عنده سمية هو وتعطوا تعطوا عشرين ألف مليار نسخة من كلامكم ما عندكم كلام واحد منين نقول لكم الصحراء الغربية تقولوا ها آه. احنا سميناها الصحراء الغربية لأنها غربية من بعد سموها الأقاليم الجنوبية أنا سولت كاين الشرقية الغربية والصحراء الشرقية الشريف شوف ما كايناش آه. 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 في الخريطة أخويا آه أخويا آه أشريف آه الامم المتحده لا تعتبرها اقاليم جنوبيه فرنسا نتكلم معك منها ما تعتبرها اقاليم جنوبيه فرنسا فرنسا هولندا هذيك اللي انت فيها ما تعتبرها صحراء مغربيه فرنسا هذه نتكلم معك انا منها ما تعتبرها صحراء مغربيه اسبانيا ما تعتبرها صحراء مغربيه لا لا يعني الجامعه العربيه فيها. واسمع صحيح. واسمع اخويا واسمع, أخوي وأسمع عر... وا خويا شوف راه انا ما قلت لك راه كنت قلت قلت تقول اللي بغيت انت راه عندك فمك وعندك لسانك تقول به اللي بغيت ولكن راه كاين شي قال له المنطق كاين شي قال له المرجعيه كاين شي قال له قانون الدولي كاين قال له في العيون وا خويا القنصلية القنصلية نسمع اخويا نسمع اخويا نجاوبك على القنصلية الجزائر ما دايرينهمش فيها وخلينا نسمع خليك اخويا القنصلية القنصلية اخويا شنو هو دورها؟ اعتراف بلادك اللي كتجي عندك شنو هو دور شنو هو دور القنصلية؟ تخدم المواطنين باللي راه فيها مواطنين في الصحراء كاين مواطنين ديال ذوك البلاد كتخدم لهم شنو دور السفاره؟ دور السفاره كتعني بالله راه الدوله عندها علاقه مع دوله اخرى وهل هناك السفاره لهذه الدول اللي قلت لي انت في الصحراء الغربيه؟ كلهم العرب اكثريه الدول العرب ديال الخليج دايرين وهل عندهم دلين. سفاره سفاره اما دلين. القنصليه أرى تفتح الدولة لا باش تقدم خدمات لمواطنيها ولكن كتسمى اعتراف بهذيك البلاد ما كاين واهي راك شفت انت شفت انت بغيت انت تعدل قانونك انت الخاص وانت بغيت تشرح انت الامور التقنية على هواك السفارة هي التمثيل الدبلوماسي عند دولة معينة القنصلية مؤسسة تقدم الخدمات القنصلية لرعاية ذلك البلد فقط لا تمثل تمثيلا دبلوماسيا ما عندها علاقة بالاعتراف وقلنا لك لا توجد دولة في العالم في العالم تعترف بمغربية الصحراء ما يخالك وانا حتى عارفينها مغربية علاش غيعترفوا بها هما كيجيو يعيشوا فيها دايرين فيها قنصليات ودايرين فيها علاش غادي يعترف بها لان عارفها مغربية آه صريف، شوف <applause> خويا شوف شوف مجلس الامن الدولي يجتمع كل سنه باش ينظر في قضيه الصحراء الغربيه والله يا اخي محمد وهي 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 الجزائر علاش كيجتمعوا اقسم بالله خلينا نتكلم ياكلوا غير فلوس في الجزائر باش كياكلوا باش كيجتمعوا واخويا شوف انت, انت هذه قضيه الجزائر مات الجزائر الى عاد خابطكم شي جل الجزائر انا ما تجرني الجزائر نتكلم معك على الصحراء وخليني نتكلم معك على موضوع الصحراء الغربيه انا نتكلم معك على موضوع الصحراء الغربيه الامم المتحده تناقش قضيه الصحراء الغربيه كقضيه بين, المغ... بين المغرب وجبهه البوليزاريو لا دوك الجزائريين هادو وززاري. جزائريين اقسم بالله حنا في المغرب الاكثريه تيقول لهم جزائريين ما بقيناش عارفينهم لا لان صحراوي صحراوي عايشين معانا جزائريين شوف هادو. انا نسولك واحد السؤال ولا يتفهم شوف أسمع, اسمع اسمع أسمع, اسمع 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 يا اسمع يا اخي اسمع يا شريف شوف باش تعرف لان ان الشعب الصحراوي ليس هو الشعب المغربي هل هناك شي واحد من الدار البيضاء اليوم اليوم عندو ابناء عمومته في مخيمات اللاجئين الصحراوي كاين الصحراوي في الدار البيضاء موجودين مع خدامين زاوي 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 واي زاوي واي واي انا كنت خدام معاهم من كنت في المغرب وكازاوي كازاوي كازاوي انا ما شوف انا ما شوف واسمع كلامي اسمع انا ما انا خليني من الصحراويين الصحراويين راه انا ولادي خلقوا في الرباط راهم صحراويين كاينين اللي خلقوا ولادو في فرنسا صحراويين كازاوي كازاوي من الدار البيضاء من اولاد سعيد من اولاد المكي اولاد ما نعرفهاش عنده ولاد عمو في مخيمات اللاجئين الصحراويين اش من علاقه بجاب والفكازا يكونوا عنده لا نقولوا لا لك لان شوف <applause> حنا حنا كصحراويين اسمع واسمع اخويا حنا كصحراويين شوف اللي منا ساكن في الرباط اللي ساكن في الرباط وهو صحراوي عنده ولاد عمو في مخيمات اللاجئين الصحراويين اللي عندنا من الصحراويين ساكنين في العيون المحتله عندهم اولاد عمهم عندهم اخوتهم عندهم اخواتهم في, في مخيمات اللاجئين الصحراويين اللي سكن منا في امريكا هو صحراوي عنده اولاد عمه في مخيمات اللاجئين الصحراويين انتم كمغاربه ما فيكم واحد عنده اولاد عمه في مخيمات اللاجئين الصحراويين شنو معناه سي محمد هذوك اللي لح... حصلوا في, الم... في المخيمات غير كان مغرر بهم شو لتما وشنو معناه؟ كان مغرر معنا. بهم واش معنا. 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 وشنو معناه؟ وشنو معناه؟ وشنو معناه؟ وشنو معناه؟ وشنو معناه؟ وشنو معناه؟ والله يهديك والله يهديك وشنو معناه؟ انا ما انا شوف انا ما سولتك انا ما سولتك وانا ما سولتك شوف انت قول مغرغر ولا قول غرغر قول اللي بغيت أنا سولتك لماذا لا يوجد مراكشي أو بيضاوي أو وجدي أو قنيطري أو أو, أو عريشي عد يوجد عنده عنده عنده, عنده لحظة لحظة ولحظة لحظة لحظة ولحظة لحظة لحظة لحظة, لحظة 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 لماذا لا يوجد مغربي واحد يطالب بأبناء إخوته ولا خوته ولا عمه في مخيمات اللاجئين الصحراويين؟ لا يوجد تعرف على. لان الشعب الصحراوي الشعب الصحراوي ما كان مع المغرب ولا عاد عنده علاقه بالمغرب ولم يكن مغربيا وعلاش دخل الجيل المغرب انت 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 علاش دخل الجيل المغرب الصحراوي انت واخويا واش تتكلم على 75 اله 75 اله ما تكلمنا عنها تكلموا عن ما قبل 75 لماذا اللاجئين اللي موجودين في مخيمات اللاجئين الصحراويين كاملين هذوك صحراويين ومشاو عن ارضهم لو كان هناك شي بيضاوي معاهم ديك الساعه والله شي خنيفري والله شي خريبكي والله شي صفيوي والله شي عرايشي كيف ما قلتوا انتم صحراوه مغاربه كان حتى هو يمشي يقول لهم انا راه عندي ولد عمي في مخيمات اللاجئين الصحراويين اسمح لي تانا نناقشك وعدنا واش دابا انت أولادك عايشين في اوروبا وتزادوا في اوروبا وجلسوا 50 عام وهم عايشين في اوروبا واش باقي غادي تحسبهم انت مغاربه؟ والمهدي المهدي أنا لا انا نسولك واحد السؤال شوف انا نسولك انا سؤال واحد انا سألت 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 انا سؤال سؤال أنا أنا, انا انا اثبت لي انت المهدي اثبت لي بانك عندك علاقه بتلك الارض ها عندي علاقه اثبت لان انا مغربي وجنسيه عندي مغربيه و... و... وتزيد في المغرب كبر في المغرب راه عندي جميل. أوكي. جميل. أوكي. جميل اوكي جميل اخويا اعطيني عطيني اسماء اربع وديان في هاي الارض اللي هي ارضك انا رح... ما راه ما نعطيكش مسمع حتى تف... حتى تقريبا حتى في مكناس و... وفاس وديك المناطق و... انا انا واش انا سولتك على مكناس كيفاش انا غادي نعطيك انا وين أنا... نعطيك البلاد انت... <applause> اللي عايش فيها انا نعطيك انا نعطيك اسمعني خويا. ما نعيش في البلاد انا؟ طا 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 اسمع اخويا اسمع انت قلت لي هذه بلادك صح؟ بلادك. اه قلت لك انا تابع للمغرب راه بلادي اه واش بلادك ولا ما بلادك؟ بلادي الى الضر غدا قالوا لي من شوف أسمع 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 أسمع, 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 اسمع 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 نمشي ما كاينش مشكل لان بلادي من من آه طنجة مش... القويرة كنحسبها بلادي والمهدي 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 وانا ما سولناك واش تمشي ولا ما تمشي واش هذاك الشيء يتعلق انا سولتك انت انت قلت لي مم. بلادك اه قلت لك اعطيني رابط يربطك بهذه الارض اعطيني رابط اعطيني رابط ثقافي اعطيني رابط اجتماعي يربطك بهذه الارض الثقافي راك عارف المغرب عنده خمسه ثقافات فاس الثقافه ديالو ونعطيني الرابط ديالو. الثقافي شوف قول لي شوف قول لي ترك قول لي لا ذيب فهمتك شنو لا ذيب انطق لي كلمه الذيب وانا قلت لك راه تنطق انا بالمنطقه اللي عايش فيها انا ماشي غنطق وانطق لي الذيب قلت لك انطق لي الذيب يا واتفضل وينك وينك مول الزيب هو حال الامعاء ذيب واش قال مع تذاذرت شفت بلادي بلادي نشوف لا ربما يعود رجع لا ما رجع بلادي باش بلادي 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 باش قولنا الذيب الديب اعطينا الرابط الاجتماعي <applause> هذا شوفوا والامر طبعا هو صعب بالنسبه لكم لانه يطلب شويه من التحمل ولكن شيء عادي جدا في اطار هذه الحوارات باش ناكدوا لكل من يتابع هذه اللايفات يفهم اي حد يتابع اللايفات على اننا نتحدث عن شعبين متميزين شعب عنده الحجه والدليل على انها ارضه هو منها جزء منها وطبعاً اللي ما عنده ارض وما هي ارضه طبعا ما 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 مش ليه يبرر لك وما تلوموهم لانهم هما صناعه المخزن المخزن صنعهم هكذا صنعهم برمجهم اذا لو تجيب له انت اليوم تجيب له ألف من الحجه مثلا فرضنا انه جبنا له الحسن الثاني الان من القبر وقالوا بانه الصحراء الغربيه يقول لك لا. أه نشكركم أه غايه الشكر أه ونعتذر منكم أه لان تقريبا الان تجاوزنا ساعه ونصف. نعتذر الناس اللي طالبين القست. تحياتي لكم كاملين، شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما فهم مشكلة الله متعافى مرحبا وسهلا، شكرا والله تحياتي. مرحبا وسهلا محمد، شكرا.